مغامرة حقيقية فيها متعة ما تنتهي. ومن جدة بدت الحكاية. الله يا زي صباحات جدة يا جماعة، صوت الموج يطربني. صدق أنا من أهل الشرقية وأحب البحر وعندنا بحر، ولكن بعد جدة غير. خلف نرجس، جدة كذا بحر وثقافة وفعاليات وحياة. والله أنت جعانة وأنت قلت لي تعرف تصيد. عرفت إيش تبين. ولازم تصيد لي سمك. عرفت إيش تبغين. يلا إيش تبغين بالضبط؟ أبغى، بما أن مشهورة جدة بالناجل. أيوة. ودي بناجل، سالمون. أيوة. تونة، كنعد. داخل مطعم طعام؟ شو راح تفنني بعد؟ والله نشوف المتوفر يا نرجس. الصراحة أبغى أشوف فنك. بنشوف المتوفر. أيوه بتصيدني. اسمعي نرجس، محمد وينه؟ والله ها؟ وينه؟ علشان جدة غير جيناها بطريقة غير، وإذا قلنا جدة تختلف تفضيلات كثير من الناس، منهم الفني ومنهم المغامر ومنهم البحري اللي مثلي. جدة ما تنام أبداً، وين تنام في جدة وكلها فعاليات مستمرة. طبعاً الشباب آخر خبري فيهم في اليخت. شباب فينكم؟ خلاص إيش الهرجة عندك؟ أنا يا محمد دحين دوبني وصلت للحمرة، الحمرة اللي مرة مليانة فعاليات وأشياء مثل ما أنتم شايفين الفن الحجازي في كل مكان هنا في جدة. نرجس انتي دحين فينك؟ انا في الجاهرة يا عيال، دوب انتهيت من التلويت. شكلك نازل ابو شينكي يا نرجس. لا عند الحاويات، احسن واحلى وافضل. السلامة ان شاء الله. ببجي، وتخيلوا كل الالعاب الالكترونية موجودة هنا على ارض الواقع، خلوها حقيقي اهل جدة مبدعين، وانا عن نفسي اقول لكم احبكم. يا زينة يا عيني، عيشوا يا شباب، عيشوا عيشوا. علي الدنيا وقطعوا صلاتي، واحد كحيل العين يا ابا واحد حياتي. إيه الزمان يا زمان يا زمان اقدر يا لي مت مت. شايفين كيف جدة؟ جدة غير، كل شيء جميل تحصلونه أكيد وين؟ في جدة. ما زلنا مستمتعين في الأجواء الجميلة في هالمكان. صراحة اليوم الهواء لطيف جدا 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 على البحر. تعال 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 بسألك، أنت جاي أنت وبناتك الله يخليهم لك، كيف شايف المكان؟ المكان جدا روعة صراحة، يعني جذبني الشيء هذا، ويعني أول مرة هذا الشيء مرة حلو. أي موسم جدا إن شاء الله، وجاي رحلة سياحية واستمتع بالأجواء الموجودة طبعا معاكم، وإن شاء الله هذه طبعا أول مرة أنزل في السعودية، وأتمنى إن شاء الله يعني مش أول ولا آخر مرة، وإن شاء الله تتكرر زياراتي لجدة. كنا في بداية الإجازة في الباحة، وجينا جدة وأول مرة أجي أشوف يعني المناظر هذه والمشهد والتقدم اللي حصل. من أهل مكة؟ من أهل مكة. يا سلام، أحب أهل مكة. الله يكرمك يا ولدي، الله يكرمك. كيف موسم جدة معاكم والتغييرات اللي قاعد تصير؟ موسم جدة غير، تنظيمات ترتيبات شيء مميز جدا. الله يا زين، لحظات الغروب، لحظات الغروب هنا في الحمراء غير. انا هنا ودي اخذ كذا مشاعر احد الاشخاص. Do you speak Arabic? No, I speak English only. Yes. Okay. How is Alhambra so far? It's amazing. It's very beautiful. The environment, the cleanliness, the activities are amazing for the kids. And we are here since 5. We're enjoying it a lot with my kids. Thank you. قاعد يقول لكم إنه المكان جميل، فعاليات حلوة، البيئة رائعة، وخاصة للأطفال لأنه معاه أطفال فمبسوط مرة. Oh, 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 oh
طبعا هذا المكان مختلف جدا، العاب الكترونيه حماسيه، جماهير من كل الاعمار. تكن 7 مع ساري بطل العالم، ما شاء الله تبارك الله وفزت عليه. كيف تجربه امانه؟ تجربه جدا حلوه والله الصراحه. اول حاجه احنا فخورين فيك. فخورين. وهذه الالعاب دائما تكون حماسيه وتشجع، وفي بطولات يتشاركوا فيها في العالم. وش حاب من مشاركه توصل رساله؟ والله انا اتمنى يعني انه البطولات تكبر عندنا بشكل كبير في السعوديه، وهذا اللي حاصل حاليا في الفتره يعني. حلو. طيب كيف مشاركتك لما كنت في اليابان ولا كوريا؟ في تايوان. تايوان. طيب كيف كانت؟ والله كانت جدا رائعه، تجربه يعني كانت فريده من نوعها الصراحه يعني. والاحلى انك مثلت السعوديه فيها. ايوه كانت تمثيل للسعوديه، والتوفيق من الله الحمد لله جبت المركز الاول، فكان شعور جدا ما ينوصف صراحه. وش قالوا؟ والله يعني ايش ما قالوا الناس، قامت ضجه اعلاميه الصراحه في الموضوع ده. الحمد لله جدا. احنا الحين على شاطئ الاسكندريه، وما شاء الله الشاطئ مليان، المكان هنا ما شاء الله مالك موت رجل. كيف البحر وجو البحر؟ والله البحر طيب الحمد لله، والعالم مستمتع في البحر والاجواء طيبه الحمد لله. جدا تغيرت عليكم بعد الموسم؟ جدا تغيرت، جدا صارت جدا ممتعه يعني، لا من التغير اللي صار فيها، فعاليات، الاشياء جميله جميله. نتمنى على طول جده كذا. اخذ راحتك وتتمشين على الشاطئ، كيف الجو هنا؟ الجو بديع. من أهل جدة؟ أيوة. جدة تغيرت عليكم بعد الموسم؟ تغيرت أكيد 180 درجة. إيش أكثر الأشياء اللي عجبتك أنت وين رحتي استمتعتي بأي فعالية تحديدا؟ كل الفعاليات صراحة، إذا كان المساء، المسرحيات، الفعاليات اللي على البحر، على الكورنيش، الوجه البحرية. الناس دائما تكون حريصة في الموسم الصيف، بحيث إنه الأجواء زي ما تشوفين حار، تحب تتشمس، تحب تلعب الألعاب المائية، تحب تستأجر الجتات وما إلى ذلك. في الواجهة البحرية تحديدا في إكس جدة، وفي لحظات الغروب في هذا المكان أجواء ولا أروع. ايش اكثر فعاليه شدتك انت وكذا متحمس انك انت ترجع لها مره ثانيه؟ ابحر. بس ابحر مش ابحر اليوم، تغير. لا باريسيا اليوم تغير، غير جدا، غير فعلا. جدا من اول غير، ايش صار فيها الان؟ الان ما شاء الله فعاليات وانظمه ومهرجانات. وش اكثر شيء لفت انتباهك في هذا الموسم؟ والله في هذا الموسم ما شاء الله انا ما كنت اعرف انه في المي الراقصه هذا، الا عيالي اللي قالوا لي، ولا انا ما كنت اعرف. عرض نوافير الليزر بدا الحين، استمتعوا بالعرض يا جماعه. ما زلنا مستمرين في اخذ ردود افعال الناس، الناس هنا مستمتعه والاجواء فعلا غير. جدا تغيرت عليك؟ والله تغيرت. ايش اللي تغير فيها؟ ان العروض الترفيهيه صارت ما شاء الله بشكل احسن، وكل عرض للامانه افضل واجمل من الثاني. يعني كل واحد يقول الزين عندي، عرفتوا كيف؟ والله ما شاء الله مولع. انت فعلا مولع. اي والله مولعين.